سل العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء، الذي نستقبل فيه تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا، صحبة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله شيخ. يا أهلا وسهلا بكم شيخنا. تحدثتم أمس في بداية الحلقة عن قضية ثبوت الشهر وقضية اختلاف الناس في عدد الشهود وقضية الحساب الفلكي وقرارات المجامع الفقهية المتعلقة بها، وأيضا عن يوم الشك، وتحدثتم أيضا عن شروط وجوب الصوم. اليوم ننتقل للحديث عن شروط صحة الصوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وبعد، فشروط الصحة يذكر المالكية لشروط الصحة يذكرون له شرطين. الشرط الأول هو الإسلام، فلا يصح صيام غير المسلم، وهذه تحدثنا عنها قليلا أمس والأول أمس ربما، وقلنا هذه قضية يطرح سؤال هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين. المشهور أنهم مخاطبون، وأنهم يعذبون عذابا زائدا على قضية عدم صومهم وعدم صلاتهم وعدم حجهم، زيادة على كفر، زيادة على الكفر والشرك. نعم. فإذا الإسلام هذا شرط صحة، فلا يصح الصيام من غير المسلم. نعم. فإذا كان مسلما يصح صيامه. نعم. الشرط الثاني هو الزمن القابل للصوم. الزمن القابل للصوم أحيانا يكون ما ينفعش للصوم في ذلك اليوم، مثل صيام العيدين. نعم، لا يصلح الصيام في عيد الفطر وعيد الأضحى واليومين اللذين بعد عيد الأضحى. نعم، إلا لأناس معينين ذكرهم الفقهاء، صيام التمتع في الحج. نعم، لكن في الأيام العادية لا يصلح صيام اليومين، وإنما اختلف في الرابع، رابع النحر. والصحيح أن صيامه مكروه كراهية. نعم، إلا لأناس معينين فإنه يباح لهم أن يصوموا اليوم الرابع من العيد. نعم. فهذه بالنسبة لي، إذن عندنا شرطان، الأول الإسلام والثاني الزمن القابل للصوم. نعم. هذا فقط، هذه شروط صحة الصوم. نعم. طيب شيخ، ذكرتم في أولى الحلقات أن هناك شروط وجوب، شروط صحة وشروط وجوب وصحة معا. نعم. يذكر المالكية ثلاثة أنواع من الشروط، شروط وجوب فقط وشروط صحة فقط وشروط وجوب وصحة معا. نعم. فشروط الصحة والوجوب معا يذكرون من ذلك مسألة العقل، فغير العاقل لا يجب عليه صوم ولا يصح منه إن صام. نعم. إذن العقل من شروط الصحة والوجوب. وعندنا كذلك الخلو من الحيض والنفاس، هذا بالنسبة للنساء، من تلبست بحيض أو نفاس لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها إن صامت. نعم. بل يتحدث العلماء عن قضية حرمة صيامها إن نوت به الصيام، فلا بد أن، فإن كانت حتى في حياة وفي عائلة وكذا، نعم، يعني تفطر سرا أو أقل حاجة بالنية تنوي ألا تصوم. فهذه هي بالنسبة لشروط الوجوب والصحة معا، إذن العقل والخلو من الحيض والنفاس، وكذلك يعني
عندهم يذكرون شيئا آخر في شروط الوجوب والصحة وهو دخول الوقت. نعم لابد أن يكون وقت الصيام قد دخل، وهذه ذكرناها وقلنا الصيام قبل وقته لا يصلح ممنوع، ويعني إذا ولا يجب ولا يجب أي بطبيعة الحال نعم ولا يجب صحيح تمام بارك الله فيكم. نعم هذه الثلاثة إذن من شروط الوجوب والصحة معا، وهي كما ذكرنا العقل والخلو من الحيض والنفاس ودخول الوقت. نعم هذه الثلاثة. نعم ثم يذكر الفقهاء أشياء أخرى بعد ذلك لا أعرف يسمح الوقت ولا نعم إن شاء الله نذكرها. قضية أن يذكرون مندوبات الصيام ويذكرون مكروهات الصيام كذلك سنذكرها إن شاء الله بإذن الله. نعم. قبل ذلك شيخ ذكرتم أن من شروط صحة الصوم أن يكون الوقت وقت صيام، فلا يصح صيام العيد كما ذكرتم مثلا. أيوة. قضية كثير من الناس يسأل باعتبار أننا نتحدث عن الصوم عموما وليس على صوم رمضان، خصوصا قضية صوم الكفارات إذا تخلله أيام العيد مثلا كيف يصنع بها؟ بالنسبة للصيام الكفارات الصيام المتتابعات خصوصا الظهار ومسألة من أفطر في رمضان عمدا وكفر يعني، فهؤلاء الأصل فيها ألا يصوم وقت العيد تتخلله العيد، هذا إذا عمد إلى فعل ذلك نعم ماذا يفعل؟ هذا صيام باطل، وعندما تنتهي العيد يأتي بما صام. إذا كان عيد الفطر هو عيد الأضحى في الغالب اللي يصير مثل هذه المسائل، فإذن يجب عليه أن يأتي ببدل لأن عيد الفطر متصل برمضان ورمضان صيام واجب. نعم صحيح. لكن نفرض أن واحد ابتدأ كفارته في أول في آخر رمضان هو أول العيد ما ينفعش أول يوم العيد أول يوم العيد ما تنفعش هذه قلنا، فهذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يأتي بيوم بديل. نعم بعد ما تنتهي أيام العيد يأتي بيوم بديل على عدد الأيام. نعم فهذه مسألة. بالنسبة لعيد الأضحى إذا كان هو تعمد ذلك يعني عارف أن العيد ستتخلل صيامه، فهذا لابد أن يفطر أيام العيد ويقضي بدلها مباشرة بعد الأيام هذه، لا يجعلها تتخللها أشياء أخرى. يعني لنفرض أنه ابتدأ في أول ذي الحجة وهو عامد يعرف أن هذه ذي الحجة، فهذا عندما تنتهي الأيام الممنوعة هذا يجب عليه أن يأتي بالبدل الذي صامه من قبل. لا تنفع الصيام في العشر الأول من ذي الحجة عند التعمد. فإذا كان ساهيا ناسيا ووجد نفسه نعم في العيد نعم لنفرض أن بدأ من أول ذي القعدة ثم يعني استمر في صيامه إلى أن فاجأه العيد، فهذا يتخطى أيام العيد يفطرها ثم بعد ذلك يستمر في صيامه. نعم يخلط عليه عدد الأيام. فإذا فرقوا بين الساهي والناسي وبين قضية من تعمد يلغى صيامه، ولابد أن يأتي ببدل بعد أن تنتهي تلك الأيام ويبتدئ العد من جديد. هذه مسألة مهمة. نعم طيب شيخنا قضية هذا قضية التخلل العيد يعني لا يصح أصلا أن يتعمد أن تكون الكفارة فيها أيام عيد. نعم تماما. طيب قبل الانتقال إلى قضية المندوبات والمكروهات عندنا مسألة مهمة لو سمحت. تفضل. قضية أحيانا يحدث له عذر في الصيام المتتابع الطويل كفارة الصيام نفسها أو كفارة الظهار، فهذا إذن ماذا يفعل؟
هذا الذي حدث له عذر يفطر أيام العذر، يفطر أيام العذر، فإذا انتهى عذره واصل الصيام، ولا يجعل بينهما أياما لفطره، في لما يرتفع العذر نعم يواصل الصيام فينتهي بعد ذلك أيا كان. نعم نعم. طيب شيخ، قضية قبل أن ننتقل لقضية ما ذكرتم من المندوبات والمكروهات وما إلى ذلك، العلماء يذكرون بعض الأمور منها قضية مفسدات الصيام، ماذا بماذا يفسد الصوم؟ نعم، بالنسبة لمفسدات الصيام عندنا احنا عرفنا الصيام بأنه اصطلاحا هو الامتناع عن شهوتي البطن والفرج في نعم من أول طلوع الفجر الصادق إلى غياب الشمس أو غروب الشمس، فإذا يبطل الأكل والشرب ويعني بجميع أنواع الأكل وجميع أنواع الشرب وبالجماع كذلك نعم، ومقدمات الجماع عند المالكية إذا ترتب عليها نزول مني فهذا مفسد للصوم. نعم، وعليه إذا كان مفسد للصوم تارة تكون عليه أو يكون عليه القضاء والكفارة، وتارة يكون القضاء فقط، ولذلك نقول إذا نزل منه مني فهذا عليه القضاء والكفارة، وإذا نزل منه مدي ويجوز أن يقال مدي ومدي والمعنى واحد فإن هذا يعني عليه القضاء فقط وليس القضاء والكفارة. نعم. طيب شيخ، نستأذنك في الذهاب إلى فاصل ومن ثم نستقبل الاتصالات ونجيب عليها. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. تحدثنا عن القيم وعن مصدريتها وأهميتها بالنسبة للأفراد والمجتمعات، وعن خطورة بقاء المجتمع دون منظومة أو دون مشروع يعتني أو يعنى بمنظومة القيم. من هو المسؤول عن صياغة مشروع يتعلق بغرس هذه القيم في هذا المجتمع أو ذاك؟ هل الدولة هي المسؤولة أم المجتمع هو المسؤول؟ بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن مسؤولية الدولة تجاه غرس منظومة القيم في داخل أي مجتمع كان. للقصة روايات عدة على نفسها جنت براقش، وتحكى هذه القصة يا سادة يا كرام في الخلف بالوعد، حان ومانا وبقى معه آخر سهم، فلما اشتد ساعده رماني، وبعدها صار عرقوب مضربا للمثل، تظل الحكمة ضالتنا في كل قصة، ومثلا تردده الألسنة عبر الأزمان المختلفة. والله العظيم والله ما تعشيت من البارح. خلاها الله، خلاها الله، الحمد لله، خلاها الله، خلي عزم الدنيا، اللهم لك الحمد. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. طيب شيخنا، تحدثتم أيضا عن مفسدات الصيام وذكرتم كثير من الأمور التي تفسد الصوم أو الأمور الأساسية التي تفسد الصوم. هناك بعض القضايا داخل هذه أو المسائل داخل هذه القضايا الكلية التي ذكرتموها، منها قضية النسيان في الأكل أو الشرب أو الجماع. نعم، هو الجماع مستبعد عند كثير من العلماء، قالوا يعني أن يحدث الجماع في الصيام مسألة
نادرة، أندرما نادر، أما الأكل والشرب فهذا يحدث كثيرا. ولذلك بالنسبة إذا أفطر الإنسان ناسيا فعند المالكية يجب عليه أن يقضي هذا اليوم أو تلك الأيام. نعم، إذن عندهم السهو والنسيان حكمه واحد. نعم، بعكس بعض المذاهب فإنهم يعني اللي بالنسبة للنسيان لا يعتبرونه إفطارا قد حدث ولا يجب فيه القضاء. أما المالكية فيجب القضاء، يجب القضاء في كل نوع من أنواع النسيان. نعم نعم، لأن قال الصيام هو الامتناع عن كذا، فإذا حدث عكسه أو ضده فإن هذا يفسده، لكن لأنه غير متعمد فهو يعني لا إثم عليه. الفرق بينهما في الحرمة، يعني حديث إنما أطعمه الله وسقاه هذا في أنه لا إثم عليه، لا إثم عليه، لكن نعم. القضاء باق عنده وذاك. نعم. طيب، معنا تسأل أخت بنت البيضاء من البيضة. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي أختي. قلت لك معلش، أنا بدي نسأل الشيخ، هل في رمضان يعني يجوز أن السحر يعني يعطي مفعولة ولا لا؟ طيب، سؤال آخر؟ لا، أنا بس سؤال يعني بي الشيخ، بس أنا خايفة من السحر، وكي بدي حضرت الشيخ يعني يقول لي يعني يصير منه ولا لا في رمضان، أنا كيف شنو أطمن؟ طيب، يجيبك إن شاء الله. شنو أنا هي غازي فيه، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. طيب، هذا شيخنا فيما يتعلق بقضية النسيان والإكراه مثل ذلك، من أكره على الأكل أو الشرب، من أكره على الأكل أو الشرب يعني على المكره، على الفاعل عليه يعني. أما القضاء فيلزم ذلك الذي أكره، وأما الكفارة فيأتي بها من أكرهه. نعم، يعني هذه حالة الكفارة تجب فيها على المكره لا على المكره. طبيعي الحال. نعم. طيب، من القضايا شيخنا اللي يسأل عنها دائما قضية الأشياء التي تدهن داخل خارج الجسم، مثل الكريمات المختلفة وقضية دهان شعر الرأس وكذا. هذه بالنسبة للمجامع الفقهية أفتت بعدم فعاليتها بالنسبة للصيام، لا تؤثر فيه، لكن المالكية عندهم قاعدة عامة، المسام الجسمية غير الفم. نعم، وغير الأنف كذلك، المسام كالشعر وما إلى ذلك، فهذا عندهم ينظر متى فعل ومتى أحس بذلك في حلقه. نعم، إذا فعل ذلك في الليل فلا تأثير له، وإذا حدث ذلك في النهار وتذوقه في النهار في الحلق بتاعه عن طريق المسام كما ذكرنا، فهذا عليه القضاء، وإلا فلا قضاء عليه. إذا عمل في النهار ولم يتذوقه في النهار فلا شيء عليه، إذا عمله في الليل وتذوقه في النهار فلا شيء، في النهار لا شيء عليه، وتذوقه في الليل باب أولى لا شيء عليه. نعم، يعني لابد من الشماع، أن الفعل والتذوق في نفس في نفس الوقت. قضية الأنف أنتم استثنيتموها شيخنا، لكن قبل أن نتحدث عنها نأخذ الاتصال. معنا الأخ محمد من سبها. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا أخ محمد، تفضل. قلت لك ما أمتى يصيم الولد، متى يصوم الولد؟ متى يصوم الطفل؟ الولد. طيب، يجيبك الشيخ إن شاء الله. طيب شيخ، ذكرتم الحقنة والأشياء التي تدهن في الجسم عموما، الشعر أو في الجلد. قضية حقنة الأنف. الأنف عندهم من المداخل التي تصل إلى المعدة. الأذن والأنف إذا حقنا به الصائم فإنه ولو عمدا فإن عليه القضاء فقط، لا كفارة فيما دخل عن طريق الأذن والأنف، لا كفارة في ذلك. نعم، ولذلك إذا وصل إلى الحلق عن طريقهما فإن عليه القضاء فقط،
ولا شيء عليه في عدم وصول شيء إلى المعدة إلى الحلق. نعم، قضية الكحل يأخذ ما ذكرتموه في قضية قطرة العين ولا مختلف؟ نعم. نفس الحكم. طيب، قضية الإبر المختلفة سواء مثلا الفيتامينات أو الوريد التغذية أو الإبر التي تكون علاجية، المضادات الحيوية وغيرها. المضادات الحيوية وما في حكمها لا شيء فيها، لا 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 تفطروا، وإنما المفطر الوحيد الذي ذكره الفقهاء المعاصرون هو قضية ما يشتمل على تغذية. التغذية مفطرة بطبيعة الحال. نعم، وأما غير التغذية فلا شيء فيها. ومعلوم أن التغذية يعني كانت تصل إلى إلى إلى, إلى, إلى إلى الباطن، تصل إلى المعدة، ولذلك قالوا فيها القضاء. نعم. الإبر مثل الفيتامينات وكذا لا 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 شيء فيها، لا شيء فيها ما لم تكن تحتوي على تغذيات ما فيه. طيب شيخنا، قضية البخور والدخان والأبخرة المختلفة إذا نفذ شيء منها إلى الجوف أو استنشق شيء منها. نعم، إذا وصلت في إلى الحلق أو إلى المعدة فإنها مفطرة. هذا بالنسبة للبخور. نعم، بالنسبة للدخان العادي لا تأثير له. دخان الحطب لا تأثير له. نعم. ولو أحس به في حلقه. الضابط أنه يشعر به في حلقه بالنسبة للبخور بطبيعة الحال، ولو لم يكن متعرضا له، يعني جاء يعني مصادفة دون أن يتعرض. ولو نعم. إذا حس فيجب عليه القضاء. القضاء نعم. من الأسئلة كثيرة اللي يسأل عنها الآن قضية بخاخة مرضى الربو. نعم، وهي مسألة يعني خلافية، وقد تعطل حتى قرار المجمع فيها، بقي سنوات إلى نحيل إلى الاجتماع الذي أجري أو عمل في المغرب الأقصى، وانقسم فيه الحاضرون إلى قسمين، قسم يرى أنه مفطر وقسم يرى أنه لا تأثير له. فأخذ الحيطة أن نفرق بين من يحتاج إلى ذلك كثيرا وبين من يحتاجه قليلا. فإذا احتاجه قليلا رأيي أن يعني يأتي بقضائه، وإذا كان يعني أكثر يحتاجه دائما أو شبه نعم يوميا أو كذا فهذا معفو عنه، ويقلد من قال بعدم فطره إفطاره. نعم. نعم. طيب، نستأذنك في هذا الاتصال. شيخ معنا الأخ خالد من أباري. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أخ خالد. نعم، تفضل أنت على الهواء، سؤالك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخي، عندي سؤال عن الأمراض الجلدية، يعني هل تفطر الأمراض الجلدية؟ نعم، يعني هل يجوز الفطر بسبب هذه الأمراض، ولا تقصد أن الأمراض في ذاتها مفطرة؟ لا، الأمراض في ذاتها مفطرة. بأخذ العلاج مثلا؟ نعم. طيب، يجيبك الشيخ إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. أم مراد. أيوة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. من طرابلس. من طرابلس. تفضل أخت أم مراد. كان عندي أختي أم مراد، الصوت فيه تقطيع، مش واضح الصوت. أنا عندي عفاكم الله ورم. طيب، شفاك الله. وما تكرش مثيل يعني من فنبي فتوى من الشيخ، يعني كيف يعني قداش نعطي المقدار؟ عفوا يا تقصدي
انت ما عادش تقدري تصيمي مطلقا دائما، ولا هذه الفتره انك تتلقين بعض العلاجات؟ هذه ناخذ في العلاج. الفتره هذه تاخذي في العلاج. في العلاج ناخذ كيماوي يعني حبوب. ربي يشفيك ويعافيك ان شاء الله يا رب. يجاوبك الشيخ باذن الله تعالى. بارك الله فيك. فيكم بارك الله. طيب شيخ، بقي شيء في قضيه مفسدات الصيام وما يتعلق بها، وإلا ننتقل للإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت إلينا. لا أعرف، ذكرنا مفسدات الأكل والشرب والجماع ذكرناه، وقلنا حتى النسيان مؤثر والسهو كذلك. نعم، فبقي عندنا المندوبات والمكروهات إن شاء الله نأتي عليها في الحلقات القادمة. نأخذ معنا اتصال الأخت أم أحمد من طرابلس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي. مبارك عليكم. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. مبارك عليكم أجمعين إن شاء الله. عندي سؤال للشيخ لو سمحت. تفضلي. في حديث على علي بن أبي طالب مرة في أول ليلة في رمضان وقال ورأى القناديل تزهر وكتاب الله يتلى في المساجد، وقال نور الله قبرك يا عمر بن الخطاب. أنا مش عارفة هل الحديث هذا صحيح أو فيه يعني، ولكن أنا أريد أن أسأل من منطلق هذا الحديث، ما حكم الفوانيس وكرمز لشهر رمضان واستعمالهم في البيوت، هل جائز أو لا؟ أنت تقصدي أن في الحديث الذي ذكرتيه أن قال يعني هذه المظاهر ذكرها على أنها من مظاهر رمضان، فأنت تسألي على حكم مثل هذه المظاهر واحتفال الناس بها. يعني أن كأنه هو استبشر بشهر رمضان، أن أول ليلة نور الشوارع وزهرت القناديل وكتاب الله يتلى، يعني قال إن نور الله قبرك يا عمر بن الخطاب، باعتبار إن سيدنا عمر بن الخطاب هو في عهده صار التراويح حسب ما أعرف يعني. إن شاء الله يجيبك شيء. من هذا المنطلق يعني هل جائز استعمال الفوانيس التي تباع حاليا واضح. أو لا أو حرام؟ واضح سؤالك إن شاء الله يجيبك الشيخ بارك الله فيك. الأخت أم عبدو من العجيلات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. تفضلي أخت أم عبدو. وعليكم السلام ورحمة الله. بنسأل في الشيخ سؤال، نبي نسأل لا يقل حقنة الوريد بتاع المضاد تأثر ولا لا؟ حقنة في الوريد للمضاد الحيوي، مضاد حيوي في الوريد. طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. طيب شيخ، نبدأ في نشرح في الإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت إلينا. نبدأ بسؤال الأخت من البيضاء، بنت البيضاء تسأل هل في رمضان يعطي السحر مفعولة، يكون للسحر مفعول يؤثر على الناس؟ نعم، حتى في رمضان نعم قد يعمل السحر عمله. وأجاب العلماء عن مسألة الحديث التي فيها يعني تصفد الشياطين، ولأنه من عمل الشيطان السحر، فإذا كانت الشياطين تصفد في هذا الشهر على ذلك أنه لا يسمح لها بفعالية. لكن العلماء قالوا نعم، وأول الحديث إما أن يكون يقصد به العفاريت الكبار يصفدون، وهذا زي قضية البشر بالضبط يعني. يوجد لكن العمال الصغار يستمر عملهم. يستمر عملهم بالضبط. التشويش على الناس في صيامهم وصلاتهم مستمر حتى في شهر رمضان. نعم نعم. الأخ محمد في معنى اتصال. عبد الرحمن من مرزق. السلام عليكم أخ عبد الرحمن. وعليكم السلام. تفضل أخ عبد الرحمن. قلت لك عندي الوالدة، عرفت كيف؟ إيه. قصدي نقول لها ما تصيميش عند السكر هي. طيب. عند السكر ديما ننصح فيها ما تصيميش، هي مسكر راسها، نقول لها عادي عليك.
الأطباء قالوا لها أن هي يجب عليها ألا تصوم وأن قد يعرضها ذلك للخطر. هي عرضها للخطر، هي ما تقدرش لكن تصوم، لكن هي نعم. طيب هي تسمع الآن؟ تسمع. طيب جيبك الشيخ بإذن الله تعالى إن شاء الله. محسن. طيب شيخنا الأخ محمد من سبها يسأل متى يصوم الصغير، متى يبدأ الصيام؟ والصغير يجب عليه الصيام عند البلوغ، أما قبل البلوغ فلا يجب، ولكن يندب أن يدرب على الصيام حتى إذا وصل إلى حد الوجوب يسهل عليه الأمر. لكن قبل الوجوب لا، يعني قبل البلوغ لا وجوب عليه، يعني يجب بالبلوغ. نعم، ولكن ولكن يبتدئ من وهذه تختلف من البيئة إلى أخرى، على العاشرة وكذا. نعم، بعض الناس يبتدئون حتى قبل ذلك. نعم، يبدأ يعني يندب له أن يبدأ يدرب أطفاله على الصيام. أيوة. الأخ خالد من أباري يسأل هل الأمراض الجلدية مفطرة؟ ما فهمتش أنا، كأنها يعني مبيحة للفطر أم يقصد هي في ذاتها مفطرة بسبب استعمال بعض الأدوية؟ إذا كان هي تبيح الفطر أو لا هذه يرجع فيه الأطباء، لأن الأمراض الجلدية لعل لها تأثيرات أخرى، أما الجلد نفسه فلا أثر له على قضية الصيام وعدمه. أيوة هذه القضية. إذن إلا إذا كان يتناول بعض الأدوية عن طريق الفم. إذا كان يتناول بعض الأدوية نعم يفطر. نعم، كان هذا ضرورية ونصح الأطباء بذلك، لا بد لهم الإفطار. نعم. الأخت أم مراد من طرابلس نسأل الله أن يشفيها ويعافيها، تقول عندها ورم خبيث ولا تستطيع الصوم الآن بسبب أنها تأخذ جرعات من الكيماوي، فتسأل كم تعطي من الفدية، والله هي تنتظر حتى تشفى من هذا المرض وتصوم هذه الأيام. هذه تعتمد على قضية هل هو مزمن هذا الأمر أو ينتظر شفاؤها من هنا. نعم، بعض الناس شفوا فتدعو الله سبحانه وتعالى وتكثر من الدعاء أن يشفيها الله سبحانه وتعالى لعله يستجيب لها. فإذا كان شفيت يعني واستطاعت أن تقضي ما فاتها فذاك، وإلا فعلى أهلها أن يدفعوا عنها الفدية عن كل يوم مد، وهي ليست وجوبا وإنما ندبا. نعم نعم نعم. أنا اتصال الأخ علي من طرابلس. السلام عليكم. علي انقطع الاتصال به. ألو. علي زليتن. السلام عليكم. علي من زليتن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ علي. شربت الماء من غير قصد هل فاطر أم لا؟ شرب الماء من غير قصد نسيانا يعني. نسيانا نعم. طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله. الأخت أم محمد شيخنا من طرابلس تسأل تقول أوردت حديثا كأنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يعني رأى المدينة وهي مزهرة وفيها الفوانيس وكذا في رمضان، فقال نور الله قبرك يا عمر، لأن عمر هو من شرع أو أعاد صلاة التراويح إلى المساجد. فهي طبعا تسأل عن صحة مثل هذا الأثر، وأيضا تسأل عن حكم ما يبادر به الناس اليوم من تزيين المساجد وتزيين الشوارع وتزيين البيوت لاستقبال رمضان بالفوانيس والإضاءة وغيرها، وكذلك من تبريكات لبعضهم البعض. أما الحديث الذي ذكرته فلا أعرفه. نعم، ولذلك لا أعرف صحته من ضعفه. وأما قضية التزيين لرمضان ما لم يكن إلى حد الإسراف فمطلوب. نعم مطلوب، والتزيين في المساجد مطلوب أكثر. نعم، ويزداد هذا الطلب في شهر رمضان. نعم نعم. معنا اتصال الأخ عماد من ورشفانة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين أخ عماد، تفضل. بارك الله فيك. الله يحفظك. اللهم أمين وإياكم. الله فيك. عند الوالدة تدير في دواء ضغط العين. دواء ضغط العين الصباحية ضغط العين. ضغط العين بالضبط، هل هو يفطر ولا ما يفطرش؟ بإذن الله
هو قطرة في العين ولا تتناولها؟ لا قطرة، لا قطرة. طيب قطرة. يجيبك الشيخ إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك. نعم معنا الأخ صالح من بنغازي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ صالح، كيف حال؟ مرحبتين أخوي، مرحبتين بالشيخ. الله يسلمك بارك الله فيك. عفوا أنا عندي سؤال. تفضل. بالله فيه في رمضان توا موضوع الأذان الثاني اللي في الفجر، طبعا أخ صالح انقطع الاتصال، يريد يعيد الاتصال بنا الأخ صالح. أنا سمعت يعني شطر بسيط من السؤال. طيب أم عبدو تسأل عن حقنة المضاد الحيوي في الوريد. لا شيء فيها ولا تأثير لها على الصيام، ونحن الحالة الوحيدة مؤثرة في قضية الإبر والحقن هي مسألة التي اختلطت بها أو كانت صافية للتغذية. عبد الرحمن من مرزق يقول والدته عندها السكر وهي تستمع إلينا الآن وتتعب جدا من الصيام، وهو ينصحها ألا تصوم، والدكاترة يقولوا لها أن في خطر إذا استمرت على الصيام، لكنها مصرة على ذلك وتبي تصيم. الله أرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبتها على ذلك وأن يوفقها للصيام شهر رمضان. إذا كان يعني الذي استمع إلى 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 الأطباء يعني فعلا معناها يحذرونها تحذيرا فيجب أن تفطر، وأما إذا كان يعني القضية فقط لا يريدونها أن يشق عليها ذلك فهذا ليس ضروريا وتصوم ويحصل لها أجر عظيم. نعم لا يعني مناط الحكم بقضية الخطر عليها. نعم. في خطر عليها أي حد. نعم. الأخت تاجر من ترونة، السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام، مساء الخير. مساء النور، تفضلي أخت تاجر. يا ريت ندي مثل الشيخ مريض السكر عنده مسألة هبوط ويفطر يفطر اضطراريا يعني يجب عليه يعني قضاء ومع دفع فدية أو قضاء بس. وعندي سؤال ثاني. تفضلي. أنا لما نتودى للصلاة في يوم رمضان أول الصبح طبعا أول ما نوضى يبدأ دم في فمي من الأسنان، لكن لما نحاول مرة واثنين وثلاثة نتخلص منه، هل مشكور أم لا؟ دم في الفم. أي مشكورين وبارك الله فيك. وفيك بارك الله. الأخ عصام من سرت، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ عصام. كيف حالك؟ عارف شو حالك يا أخي؟ الحمد لله حياك الله بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عارف يا أخي؟ اتفضل أخ عصام. قلت لكم نسأل الشيخ، عندي الوالد. نعم. الوالد يفطر في رمضان ما يقدرش يصيم، نبي الفدية تتم قيمتها اليوم عليه. هو يعني مستمر به الأمر، خلاص ما عادش يقدر يصيم يعني. مستمر بها من السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت ندفع عليه في اليوم 5 دينار. نبي السنة نبي نحددها كم مع الأغذاء التعارض واحد. طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله. وعندي سؤال ثاني يا بختو، خلص موضوع الصيام ممكن ولا؟ تفضل. ممكن جدا. لا أنا عندي زوجتي قلت لك تلبس في ملابس عليها رسوم كرتونية، ما حكمها؟ ترتدي ملابس عليها رسوم كرتونية؟ ايه في البيت داخل البيت بس كرتونية حاجة كده. طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله. هل ندخل في الوعيد ولا لا؟ حديث الوعيد لا تدخل الملائكة رسم فيها صور. واضح إن شاء الله يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. أخ عصام بارك الله فيك، شكرا. عفوا. الأخت أمينة من العمامرة، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخت أمينة. نعم. أتفضل أنت على الهواء سؤالك. قلت لك يا شيخ يعني أمي فهمتني فترة الشهر اللي فات فهمتني وهي عند أمي فترة الشهر اللي فات رمضان الماضي تقصدي؟ إيه رمضان الماضي فترة فهمتني وقصدي فترة وهي عندها مرض الزهايمر والزرق. عندها الزهايمر وماذا؟
وجلطة. طيب فهمت؟ ايه على اساس نبدأ يعني نقضي نبدأ عليها فدية ولا شني؟ طيب يجابك الشيخ ان شاء الله. سؤال آخر أخت أمينة. تمام السؤال، هذا السؤال ولا في سؤال آخر؟ السؤال يجاوبك الشيخ بإذن الله تعالى. الأخ صالح من بنغازي يعاود الاتصال. السلام عليكم أخ صالح. سلام، ما حكينا يا شيخ. أنا سمعت بس لعند الأذان الثاني، قصة الفجر والأذان الثاني. أيوة تمام. فهل الإمساك من الأذان الأول اللي هو موضوع في المواقفات وفي الإمساكية، ولا الأذان الثاني اللي بعد بربع ساعة في أذان ثاني؟ هل الإمساك في الأذان الثاني أو في الأذان الأول اللي هو على حسب الإمساكيات وعلى حسب المواقفة؟ المواقيت السابقة تقصد أخ صالح؟ المواقيت الموجودة في المواقف، تكلم في التواصل حتى في الأجهزة الإلكترونية في كذا، على حسب كل موجود فيه نفس التوقيت هذا موجود. المحدد به أذان الفجر. نعم، اللي هو أنت تقصد إيقاف الأكل على الإمساك ولا على أذان الفجر، على دخول وقت الفجر؟ هو الأذان الأول اللي هو حسب المؤقتات والقياسات الموضوعة طبق القياسات هنا. نمسك الإمساك حيكون في الأذان الأول هذا ولا في الأذان الثاني اللي هو بعد بربع ساعة من الأذان الأول؟ طيب يجاوبك الشيخ إن شاء الله أخ صالح، بارك الله فيك. عبد الحكيم من ضرابلس، السلام عليكم. عبد الحميد السلام عليكم عبد الحميد، تفضل. لا يا شيخ، نبي نستفسر معجون أسنان يفطر في رمضان ولا؟ حاضر يجيبك الشيخ إن شاء الله، أجبنا عليه في الحلقة الماضية. طيب شيخ، وصلنا عند عبد الرحمن مرزق. أيضا الأخ علي من زليتين يسأل عن شرب الماء من غير قصد نسيانا يعني. عليه القضاء. نعم. الأخ عماد من ورشفانة يقول والدته تأخذ في دواء ضغط العين في الصباح حينما تستيقظ قطرة في العين، فهل هذه تعتبر مفطرة أم لا؟ بالنسبة للمجامع الفقهية رأوا مسألة قطرة العين هذه غير مفطرة. فإذا كان هي قضية نادرة جدا، أنا أرى مسألة الذهاب إلى مذهب المالكية في المسألة هذه. المالكية عندهم إذا استعملت نهارا ووجد ذوقها في الحلق أو نزلة المعدة في نفس النهار فعليه القضاء، لكن المجامع لم ترى ذلك. نعم. ليس عليه شيء في المجامع. إذا كان هي مسألة دائمة أو شبه دائمة فتتقلد المجامع. نعم. نعم. الأخت هاجر تسأل عن مريض السكر، قالت لما يصير له هبوط سريع ويعني يأكل شيئا لإنقاذ نفسه من هذا الهبوط، فهل يجب عليه القضاء فقط أم يجب عليه القضاء مع الفدية؟ لا، القضاء فقط. نعم. لا فدية عليه. نعم. سؤالها الثاني تقول إن عندما تستيقظ في الصباح تجد شيء من الدم في فمها وأحيانا تبتلع مثل هذه الأمور، فحكم هذه الأشياء؟ وجود الدم في اللثة أو في الأسنان لا 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 تأثير له على الصيام. نعم. نعم. الأخ معنا اتصال، الأخ عبد العزيز من الأصابع، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ، عندي سؤال. الله تفضل. عندي أمس أخوي قبل المغرب لما أذن التلفزيون باهيو. أخوه ماذا؟ أخوك ماذا؟ أذن في التلفزيون، فطر هو. فطر على أذان التلفزيون. أذان التلفزيون إيه. وتبين أنه قبل الموعد. قبل الموعد هذا في المنطقة. طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. الأخت فوزية من طرابلس، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخت فوزية. نسأل الشيخ، أمي عندها قديش لها في فترة 5 شهور حشاك يصب منها دم. عندها مشكلة في الرحم، حتى عين بيصير تنظيف وهيكي بيشوفوا عينها من الرحم. مم تو هي قاعدة تصب عليها وتو صيام، يعني هل
تدفع فدية حاجة و هم 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 الأطباء قالوا إن هذا دم مرض يعني. مش مرض يقولون لها إن هي تديله تنظيف ونشوف العين عشان تطلع يعني. طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله شكرا. الله يسلمك. الأخ عصام من سرت يسأل عن يقول والده لا يستطيع الصيام فكم مقدار الفدية التي يخرجها عنه؟ هذا يقول مد من طعام عن كل يوم، وإذا يسأل عن نقود قلنا نصف فترة 3 دنانير وقلنا حكمها الندب مندوبة ندب وليست واجبة. نعم أيوه. الذي حالته تسمح بذلك يعني أحسن، وما ومن كان يعني ضعيفا عنها فلا شيء عليه أصلا. سؤال الثاني يقول زوجته ترتدي أحيانا في البيت ملابس عليها رسومات من الرسوم يعني رسوم الكرتونية توم وجيري وما الرسوم الكرتونية التي يشاهدها الأطفال، في بعض الرسومات على ترسم على الثياب وتباع الثياب بها، فيسأل عن حكم لبس مثل هذه الثياب وهل يدخل فيه الوعيد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه مثل هذه الصور وكذا. أنا الصور الكرتونية لا أعرفها. نعم. لكن الرسمات عموما يعني الرسوم يعني الغير ذات الظل غير ذات الظل مكروهة كراهية عند أكثر العلماء. لا يدخلها وعيد قصة الملائكة ولا تدخله بيتك. لا نعم تدخل في ذلك، لأن حديث عائشة عن الرسوم في الستائر ولذلك نعم هذا في ذوات الأرواح. في ذوات الأرواح نعم. أما الحيوانات أما النباتات فلا ومناظر طبيعية الأخرى لا. نعم. الأخت أمينة من العمامرة تسأل تقولها أمها أفطرت في رمضان الماضي بسبب الزهايمر وعندها جلطة أيضا، فأيضا هي تسأل عن الفدية، لعلكم أجبتم عليها، عليها الفدية في هذه الحالة ولا هي أصابها الزهايمر رمضان الماضي من رمضان الماضي. نعم نعم. عليها قلنا فدية مد عن كل يوم فقط ندبا وليس وجوبا، إن فعلت ذلك فذاك وإلا فلا حرج عليه. القيمة تخرجها بالنسبة إذا أرادت القيمة تخرجها بزكاة تقيس على زكاة الفطر في العام الماضي ولا هذا العام؟ العام الماضي. الأخ صالح من بنغازي يسأل عن قضية الأذان الأول والأذان الثاني، أيهما يجب الإمساك فيه عن الطعام؟ الأذان الثاني اللي يجب الإمساك نهائي ما عاش فيه، لكن هو يستحبه أن يمسك قبله بدقائق أحسن. نعم. لكن الأذان الأول مجرد ليتهيأ المصلون صلاتهم. نعم، خصوصا إذا كان الفاصل كبير بين الأذان الأول والثاني، ولأنه في بلادنا في ليبيا انقسم الناس بعضهم يؤذنون وبعضهم لا يؤذن، وانقسموا أيضا توفي الأذان الثاني داروا أكثر من أذان أيوة. يغيروا بعض المواقيت أحيانا بعض الناس، لكن الأصل أن هم لو تغيرت المواقيت يبقى الناس على المواقيت السابقة اللي نعم التي تعبدوا صحيح الله بها سنوات طويلة. صحيح. نعم. الأخ عبد الحميد من طرابلس يسأل عن معجون الأسنان. ها؟ معجون الأسنان مفطر ولا غير مفطر؟ معجون الأسنان يعني الأكثر المجامع هذه قالت لا إفطار فيه إلا إذا تحلل منه شيء له ذوق معين ودخل نعم المعدة، وأما إذا كان هو جاف معجون الأسنان ولم يتحلل منه شيء من الداخل فلا شيء فيه. نعم. الأخ عبد العزيز يقول أخوه أذن الأذان في التلفزيون فظنه أذان المغرب فأكل ثم تبين أن المغرب لم يدخل وقته بعد، عليه القضاء. نعم. يقضي هذا اليوم. الأخت فوزية وبها نختم تسأل تقول أمها ينزل منها دم دائما بسبب مشاكل في الرحم وما إلى ذلك، والدكاترة يعني قالوا لها أن هذا مرض، فحكم صيامها هل هي تصيم ما تصيمش؟ إذا أفطرت بعض الأيام في السابق ماذا تصنع؟ إذا كان الأطباء قرروا أنه ليس من دماء الحيض فهذا دم عادي يعني تصوم معه. إذا أفطرت عليها القضاء. إذا أفطرت أيام سابقة عليها القضاء والآن تستأنف كأنها نعم.
بس بشرط ان الاطباء يقولوا لها ان هذا ليس دم حي. ايضا نعم. طيب شيخ بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم، كما اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. نلتقي في حلقه الغد ان شاء الله، حتى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.